يعطيكم ألف عافية. اليوم رح أحضر اليبرق، يعني ورق العنب المحشي بالرز واللحمة. رح أستخدم الورق العنب الأقدر. أول شيء لازم ننقع الأرز المصري القصير، هون نقعت 3 أكواب، ضفت لهم مي عادية وملعقة من الملح وبتركهم على جنب. بالنسبة لورق العنب الأخضر أكيد بدنا نسلقه، حطيت على النار شي لترين من المي، تركتهم حتى يغلوا، وقسمت الورق اللي عندي لمجموعات، وكل مجموعة منحطها لوحدها، ما منكتر بكل يعني مرة منشان ياخدوا حقهم من السلق والمي توصل لقلهم كلياتهم. كل مجموعة ما بتاخد غير شي دقيقتين تقريبا على كل جنب، على كل جهة بتاخد شي دقيقة غلي مو أكتر. ضروري هاي العملية، عملية سلق الورق منشان يتعقم الورق من جهة، ومنشان كمان يدبل ويصير سهل لفه، وكمان بيصير لونه هيك حلو جميل. منكمل سلق كامل الكمية، وبعدين منتركهم بمصفاي حتى يتصفوا من المي، ولحتى نحضر الحشوة بيكون صاروا بيفتروا شوي أو بيبردوا شوي. بالنسبة للأرز غسلته 3-4 مرات وصفيته من المي، وهلأ بضيف لهم شويتين من اللحمة، إذا كان فيها شوي دهنة بتكون لسه أطيب. منضيف شي ملعقتين من السمنة، 3 ملاعق صغار من الملح، بيتحمل 3 ملاعق لأنه بدنا نضيف للحمة والأرز، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من السبع بهارات، وهاي البهارات أنا برأيي كافية. أنا هوني اختياري فيكم نضيفوا نصف ملعقة صغيرة من الفليفلة الحمراء المطحونة، أما اليالانجي فينا نضيف كتير بهارات، بس هوني يعني اليبرق يعني أكتر من هيك ما عاد يصير طيب، هي طيبته يعني أصلا ما بده كتير بهارات حتى هو يعني طعمته لوحدة طيبة. بأسفل الطنجرة هيك اللي بده، في ناس بتحط لية خروف كتير طيبة أو لحمة أو عظام مع اللحمة مثل ما نكون شايفين، بأسفل الطنجرة منحطهم. بالنسبة لمكان اللف كتير ضروري يكون مريح، الكرسي مريحة، نحط كل شيء حوالينا، نحط راديو جمنا نتسلى لأنه القصة بدها تأخذ ساعتين وبجوز أكتر حسب كمية الورق. ضروري يكون في صينية نوزع فيها كمية من الورق، أحسن ما نلف كل ورقة لوحدها. فأنا هون الصينية مثلا فيها 7 وراق، بحطهم مدهم بقصقص الأفرع تبع الوراق بالأول كلهم سوا، وبعدين بوزع الحشوات على الكل. كل ورقة هيك حسب كبرها، يعني ما بتاخد نصف ملعقة صغيرة إذا صغيرة، وإذا كبيرة بتاخد شي ملعقة صغيرة. بالنسبة لللف منمسك الورقة من الطرفين الوسطانيين، يعني من النص، الطرفين الوسطانيين يعني ما منمسكها من الورا، منمسكها من الجانبين، تمام؟ وبعدين منرجع لورا على القسم الخلفي ومندرجه على الوسطاني، وبعدين للأمام نكرجها لحتى نخلص. منشد عليها ورقة اليبرق مو مثل اليالانجي، لازم نشد عليها شوي منشان تكون رفيعة هيك ومرتبة. أما اليالانجي بتبقى هيك الحشو كبيرة وبتبقى قصيرة وعريضة، بينما هاي كل ما كانت رفيعة اليبرق والحشو قليلة كل ما كانت منظرها أجمل وكانت أحلى. كل ما خلصنا شايفين بنعمل كل 7 أو 8 يبرقات مع بعض، وبعدين منصفهم هيك يعني ما بياخدوا معنا وقت، وأفضل أكيد هي أفضل طريقة. شايفين هيك بعد ما بوزع الورق بقصقصهم كلهم هيك الأضلع تبعيتهم، وبعدين بوزع الحشوة كمان كلهم سوا وبلفهم هيك واحدة ورا الثانية. مثل ما نكون شايفين اللف يعني سهلة، بس إنه نبلش من الجانبين وبعدين منضب القسم الخلفي ومنكرجها للأمام. هو عادة الورق الصغير أطيب باليبرق، هو صح لفه أصعب، بس هو يعني لليبرق طبعا أطيب. الورق الكبير هو خاص لليالانجي، اليالانجي لأن حشوته بتكون كبيرة فلازم تكون الورقة كبيرة، ورق العنب. صح شوي بتاخد وقت وبتعذب، بس يعني ما في أطيب من اليبرق أو الورق العنب، يعني أكل كتير كتير طيبة وفخمة وما حدا ولا إلا بيحبها، يعني بتستاهل إنه يتعذب الواحد شوي من شانها، وخاصة لما يكون أخضر يعني بموسمه، يعني ما نهم فراز أو معلب أو شي، أطيب شي بالموسم تبعه لما يكون أخضر ولونه هيك فاتح وحلو. منكمل كامل الكمية هيك، منصفهم كلهم بالطريقة اللي بدنا إياها تكون مرتبة وحلوة.
آخر شيء هلأ بدنا نحطهم على النار، منحط بأعلى الورق، فينا نحط صحن ستيلس منشان يمسك الورقات وما يطلعوا أثناء الغلي للوجه، ومنضيق ومنحط فوقهم فخارة أو تقل، ومنضيف مي عادية باردة يعني عادية، وفوق مستوى اليبرق هيك بشي سنتين ثلاثة، ومنضيف شي ملعقتين صغار ملح. بعد شي ساعة هلا أول شي منحطهم على نار فوق الوسط بشوي لحتى يغلي تغلي المي تبعهم، بعدين منخففها على الوسط، بياخد اليبرق من ساعة لساعة وربع على النار، ومنختبر نضجه يعني منشوف إذا تقطع دغري بالملعقة ويعني بيكون استوى. في ناس بتضيف آخر شي ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون منشان يعطي لمعة، وهذا هو أطيب ورق عنب طلع معانا، وألف صحة وهنا.